الحديث أكثر ينضم لنا عبر الهاتف دكتور عبد الجواد هاشم أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة. برحب بحضرتك دكتور عبد الجواد. أهلا بيكم وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك دكتور. تقارير كتير بتتكلم عن المتحور الجديد EG.5. شايف التقارير دي إزاي، وهل بالفعل إحنا بنواجه خطورة لمتحورات من كورونا؟ هو في الحقيقة في ثلاث حاجات نخلي بالنا منهم. هم قسموا فيروس الكورونا لما ظهر إلى ثلاث احتمالات: يا إما سيء العاقبة، يا مثير للقلق، يا مثير للاهتمام. السلالة اللي ظهرت في الآخر دي مثيرة للاهتمام وليست مثيرة للقلق. أصلا فيروس الكورونا موجود من قديم الأزل، ولكن بداية المشاكل حصلت في الصين في 2002-2003 لما ظهر السارس، وبعدين الميرس، وبعدين في الآخر الكوفيد 19 اللي هو ظهر 2019. دول كانوا سيئين العاقبة، ولكن هي الفكرة كلها الطفرة أو التغير اللي حصل. حصل ثاني جزء في الفيروس. طالما التغير ما بيحصلش تغير عنيف في الشوكة اللي هي بيسموها السيرفس أو الاس بروتين ده، لأن هو ده المرتبط برد الفعل المناعي. إحنا حاليا على مستوى العالم أصبح السلالة اللي هو الأوميكرون وتوابعها المثيرة للاهتمام وليست مثيرة للقلق، لازالت المناعة ضدها ما تغيرتش. معظم خلاص ما عادش فيه تطعيم، بقالنا أكتر من سنة ما فيش تطعيمات، وبالتالي تأثير التطعيم نفسه قل أوي أوي أوي. ما الوضع حاليا شكله إيه؟ أصبح الفيروسات الجديدة اللي هي مثيرة للاهتمام المناعة ضدها بقت مناعة قطيع أو مناعة مجتمع، لأنه كل ما بتظهر سلالة جديدة مثيرة للاهتمام برضو لآخر مرة بقى، دي ما هي السلالة خطيرة، بيظل المناعة المكتسبة من السلالة اللي قبلها تنفع. هو نفس المنطق اللي بيحصل في حالات الانفلونزا. يعني يا دكتور، تصنيف منظمة الصحة العالمية للمتحور ده بأنه مثير للاهتمام، ده شيء يطمن الناس بهذه الصورة؟ هو ليس مثيرا للقلق. وللعلم برضو ان السلالات اللي كانت مثيرة للقلق كان التطعيم ضدها اللي هو السلالة الأصلية بقى كان بيشتغل، ولكن ممكن بكفاءة أقل نسبيا، لكن التطعيم كان كفء، مش 100% ولكن 70% 80% 90%، وده كافي انه يحمي الشخص، يحمي من يحميه على الاقل من الموت. ما هي الفكره كلها هي نسبه والتناسب. انا دخلي فيروس قد ايه، انا منعتي شكلها ايه. دخلي فيروس كتير ومناعتي قويه جدا معنديش مشكله، لكن يعني دخلي فيروس كتير ومناعتي ضعيفه ساعتها يبان اعراض، بيحصل مشاكل. يعني قياسا على ما حضرتك ذكرت، اللقاحات المستخدمه في السابق ينفع نستخدمها الفتره الجايه؟ ما عادش فيه لقاحات دلوقتي اصلا، ما عادش فيه، ما عادش بيطعم دلوقتي، ولكن زي ما قلنا هي الفكره كلها ان اللقاحات اللي كانت بتستعمل احنا كنا عايزين، او العالم كله عايز يوصل بالمناعه الى مناعه المجتمع اللي هو يبقى فيه 70%. اعتقد دي كان اتكلم عنها رئيس وزراء بريطانيا بيرس جونسون في بدايه الازمه في كورونا. لو عدد الناس اللي عندها مناعه ضد المتحورات المثيره للاهتمام في المجتمع اكتر من 70% فما فوق، يبقى في الحاله دي اصبح هذا المرض لو جه تعتمد بقى على درجة مناعة الشخص ده. لو مناعته طبيعية مش هيحصل له حاجة، لكن لو مناعته ضعيفة هيبان عليه. بس أنا برضو بقول حاجة مهمة قوي. فضل.
انه في الفتره اللي يبقى فيها تراب في الهواء، لانه الميكروبات اصلا محموله على ذرات التراب، يفضل عدم التواجد في الاماكن دي، او بلاش اي، انا بقى بلبس ماسك. لو واحد لسه عنده ماسك لما يبقى فيه تراب ومجبر انه ينزل في الجو الترابي ده يلبس ماسك. يعني حضرتك بتدعو الناس من الكوفيد بقى. يعني نقول يا دكتور الوقايه خير من العلاج في العموم، غسل الايد والماسك وما الى ذلك. في انا مش هلبس ماسك الا لو في تراب، عشان احمي نفسي مش من الكورونا، من ميكروبات اخرى، والكورونا لو كان موجود على ذرات التراب. لكن في العموم حضرتك بتطمن الناس اللي بتتفرج عليك؟ لا الوضع مطمن. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عبد الجواد هاشم استاذ الميكروبيولوجي والمناعه، كنت معي هاتفيا من القاهره.